حتى دخول الحرب عامخ الخامس ومأساة اليمنيين تتعاظم كل يوم. الأرض والإنسان وجهان لمصير مسفوح يشبه هذه الخيام المهترئة تحت الغبار. شوف كيف الخيام مشططة، شوف كيف الريح وكيف التراب، شوف كيف ما بالله عاد حاجة بسيطة هو انقبرنا. لا أحد يصغي لهذه التأوهات القادمة من فصول الحرمان والجفاف، أو ربما لا تعلم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن هذا الوضع الذي يعيشه العم فرج وأمثاله الكثير في صحاري الجوف، لكنك تدرك حجم تواطؤها مع من تسببوا في هذا النزوح الجماعي وإشعالهم الحرب المدمرة في عموم البلاد. الدبة الماء بألف وخمس، الطحين بخمسة عشر ألف، القطمة السكر بأربع ألف. حالتنا ما سوية على ما تشوف، ولا نشدتنا لا منظمة ولا دولة ولا حد نشدنا في ذا القع. أزمة طاحنة عندنا. يتوسلون الخبز والزيت والماء، وعلى هذا النحو يفترشون التراب كبارا وصغارا، تمضي أيامهم عنوة وسط دوائر الفقر والمجاعة وافتقارهم لأساسيات المعيشة. لقد قررت الحرب بالنيابة عنهم، واختارت أن يكونوا هنا نازحين في عيون الجفاف وبعيدا عن عيون منظمات العون والإغاثة الإنسانية التي لم تصل إليهم، علاوة عن التجاهل الحكومي والمحلي لأوضاعهم التي تتفاقم كل يوم. يقول هؤلاء ويجدون أنفسهم خارج حسابات المتحاربين وصراعاتهم التي كان ثمنها الحرمان والضياع لكل اليمنيين. احنا عايشين هنا في الرمال في الغبار أطراف مدينة الحزم، لن تجينا المنظمات ولا حقوق الإنسان، وعندنا الشمس والبرد والحمى لا ظلال. عام يمر وعام يجيء، ووحدها الحرب من تتسع نتائجها الكارثية ومآلاتها الصعبة. هكذا تتحدث الصور وتوثق العدسات عناوين مأساة اليمنيين في الجوف والحديدة وتعز ولحج وغيرها من المحافظات اليمنية. تتماثل صور المعاناة وإن اختلفت، لكن الكارثة واحدة وفصول الجحيم تتوالى. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.